السلام عليكم متتبعين الاعزاء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ورمضان مبارك سعيد بالصحة والسلامة ان شاء الله يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم واحد الملوي ساهل ماهل ديال هاك امك هاك باك اللي كتقول خديجة. ما فيش تمارة وما فيش قوس طويان وما فيه حتى شي حاجة، ودغيا كتحصلي على هذا الملوي كيف كتشوفي قدامك. صراحة الله زوين وفي نفس الوقت ما كياخدش الوقت بزاف في الطياب، وما كياخدش لك الوقت باش تبقاي واقفة في الكوزينة ودغيا كتوجديه. نتمنى ينال الإعجاب ديالكم ونبداو على بركة الله. لا. بسم الله على بركة الله. كيف كتشوفوا هنايا عندي واحد الكمية ديال الفرص وهنا شوية ديال الفينو. كيف كتشوفوا كترت شوية الفرص على الفينو. ندير واحد المعلقة صغيرة ديال العسل، معلقة صغيرة كيف كتشوفوا ديال العسل. عندي هذا نصيري ديال 100% عسل حر، عسل حر 100%. وعندي واحد المعلقة صغيرة ديال الخميرة ما عمراش، هيا شوية ديال الملحة. الملحة تاني كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. وغادي نعجنو بالماء عادي، الماء مسخون ما بارد، اليوم مكايناش الشتا يما مول كنعجنو غير بالماء الروبيني، ولكن اليوم مكايناش الشتا شوية بارد الحال. نكبو شوية ديال الماء، نخليوه شوية، نخليها تفعل شوية بين هاد العسل والخميرة، عاد نجمعو بيديا. كيف كتشوفو هانتو معايا طلق داك الخميرة، وغادي نجمعو بيديا ديك الساعة. دابا مزيان، دابا نجمع بيدي ونرجع معاكم. بعد ما جمعتو غادي نعجنو مزيان كيف كتشوفو. دابا غنحاول نعجنو باش يدك مزيان مزيان كيف كتعرفو. المهم غادي نحاول غير نحيد منو هاد سميتو الكتلة ديال الدقيق، صافي غادي نغطيه ونخليه. ملي غادي نغطيه بالميكا ونخليه هو غيعجن راسو، يعني ملي كديري في الميكا كيولي معجون مزيان. المهم نكمل ونرجع معكم. وهنا بعد ما غطيته بالبلاستيكه كيف كتشوفوا هنايا ملي خمر، ها نتوما كتشوفوا العجينه ملي خمرات راه خليته حتى خمر. دابا كيخرج منها داك الهواء اللي فيها، ها نتوما راه خليته تقريبا اكثر من 30 دقيقه. المهم خليته حتى خمر مزيان مزيان، ماشي زعما شويه، خمر مزيان. عاد دابا غادي نقطعو كرات صغار ونديرهم ونبقى نحطهم في نفس البلاستيكه اللي كنت مغطيه بها كيف كتشوفوا. وهنايا عندي الزبده ديال البواطه، ها هي هي، واحد زلافه غادي ندير فيها شويه ديال الفينو وشويه ديال الزيت وواحد نص خماره ديال الحلوه حتى هي غادي نستعملها. هذا هو الخليط باش غادي نفرق بين العجينه ديالي. هنا كيف قلت لكم راني درت كل وحده غندير فيها ثلاثه، كل وحده غندير فيها ثلاثه ديال الكرات كيف كتشوفوا. بعد ما غادي نقطعهم كامل قطعات صغار، هنا كيبقى على حسب اللي باغيهم كبار اللي باغيهم صغار. المهم انا درت غير موين كيف كتشوفوا، يعني كله فاش كيتحكم
انا بغيت ندير ربعه ديال الملويات. كيف تنقول لكم هذه الملوية راه ساهله، راه ما فيهش ثمره، ما فيهش قوت طويان، ما فيهش قوت العريك، ما فيهش يعني دغيا تتوجدي. الوقت اللي غادي ياخذ لك هي الوقت اللي غادي تخليه يخمر فيها صافي. بعد الخضره انا كنكون دايره الغدا وكنعجنو نخليه يخمر، بينما ساليت الغدا وجدته وقديته وكلشي صافي، ديك الساعه كنقرصهم وكنبدا نطيب. يعني هذيك الوقت ديال التخمر ديالو هي اللي كياخذ صافي، ما هو في كلشي سهل، لا في العجين ديالو ولا في كلشي كيف شفتو. المهم كيف قلت لكم البنات، انا دابا بعد ما قطعتهم انا خرجوا لي اربعه، يعني كل وحده غندير فيها ثلاثه، كل ملويه غندير فيها ثلاثه ديال الكرات. بعد ما كنقرص كل ثلاثه بوحده في ثلاثه صور، كل ثلاثه كنقرصهم، كندير فيهم طريفات ديال الزبده، ندير فيهم شويه ديال الفاني ها هو نسيت ما تكرر قبيله، وطريفه ديال الزبده كيف قلتلكم، والخليط اللي انا وجدتو ديال الخميره و الخميره الكيماويه وهذا فينو والزيت اللي انا كنخدم بيهم دابا. هذه هي الطريقه اللي غادي نستمر عليها، غادي نكمل العجين اللي عندي كامل. قلت لكم راه ما كنسرحوش بزاف، هانتوما راه شفتو التسريح اللي سرحتو، سرحتهم غير صغيورين، كل وحده فيهم غادي تنقص منها شويه ديال الفينو مع الزيت وهذا، ونرشفو منهم هاد الفاني كيعطي واحد البنه زوينه، ريحتو صراحة الله كتجي زوينه، نتوما عارفين الفاني. وكندير هاد الخليط هانتوما كنطرها كلشي بيدكم. هذه هي الطريقه اللي كنستعمل عليها، كنكمل كاع الكميه اللي عندي. انا كيف قلت لكم راه كتجي بحال الكومبوطه، كتجي بحال الكومبوطه. هذه واحده واحده فوق واحده، نحاول نترك عليهم شويه هكايا تجي قاتي. هذه هي الطريقه اللي كنستمر عليها، وكنحاول نهز هذيك التحتانيه اللي انا التحتانيه كاع نحاول هي اللي نجمعها. هانتوما ملي غنحاول نسدها نجمع بها هاد العجين كامل ونسدها ونحطها. هانتوما كنبقى على هاد الطريقه حتى كنكملهم. كيف قلت لكم راهم ساهلين، هيا غنحطها ترتاح بين هاد الاخرين اللي بقاو عندي، ما غادي نجي نكمل هاد الكميه كامله اللي عندي حتى غيكونوا حتى تكون الاولانيه ارتاحت مزيان، وغتجي ساهله انك تسرحيها وتبدا تطيبي فيها. انتما كنحاول نسرح الثانيه شويه والاخرين عادي كيف كتشوفوا. هذا هو الملون المعتمد عندي اللي ساهل ديال هاد النكهه كتعجبين دغيا دغيا كتوجديه وما فيه لا طويان لا والو. صراحه كيصدق ليا خير من الاخر اللي تيكون الاخر الضير، هذا كيصدق ليا خير منه. في نفس الوقت هذا كي قلت لكم راه ما كياخذش ليا الوقت دغيا كيوجد. انا ديما سهل البسيط مع زين، ديما مع البساطه، ديما مع الحاجه السهله، وديما مع هذا يعني الحاجه اللي كتوجد دغيا. ديما كنقول سهل البسيط مع زين. كنستمر كيف قلت على نفس الطريقه اللي انا درت بها العجينه ديالي. المهم هذه هي الطريقه اللي غادي نستمر عليها حتى غنكملهم كاملين. نفس الطريقه درت الاولى غنديرها الثانيه غنديرها الثالثه والرابعه. هذا كيف كيخرج لي اربعه ديال الملويات اللي خرج لي فيهم. كنهز هذيك العجينه الثانيه الاولى هي اللي كنهز، كنخرج بها هي اللي غادي تسد بها، لان هي موصله الجناب ديالها. بغيت نقول لكم الجناب ديالها ديال الثانيه اللي كتحط فوق منها، الجناب ديالها ما ديرش فيهم لا الزبده لا هاد الخليط، باش تسدو بها باش تجيكم
راكم سهله انكم تسدوا بها، حيت الا درتي الزبده ودرتيها الخارج كتبدا تزلق فغادي تسد لكم. نشوف هنا اللي كدير غير هنايا كدير غير في الوسط ديالها، وهنا بعد ما سرحتها كتشوفوها نتوما راه كتاخد اللون زوين، وحتى الخيط ديالها راه كتجي سهله. هذا راه من النوع اللي كيطيب جدا، كان واخا عندي ديك الرسمه ديال البخله كتجيني نخدم يدي، كتجيني سهله انني نخدم يدي ومولفاها، مولفه انني نصيب بها. المهم كيف قلت راني درت المقله حتى سخنات، هنا راه ما تحتاجيش عاوتاني كاع الزيت لحقتاش فيها الزبده، دابا راه تبدا تذوب الزبده هي اللي غادي يبدا يطيب بها. كاع الا رشيتي شويه في الاول ملي يلاه كتبغي هكا يبليك يلاه كتبغي تحطيها كترشي شويه صافي، اما راه كتذوب الزبده صافي كتبدا تطيب بها. ها هي بدات كتنفخ كيف كتشوفوا، انتما راه كتاخذ الطيب كامل ملي كتحطيها وكتبقى تبركي عليها هكاك، كتولي تاخذ كامل داك اللون الذهبي كتاخذو كامل، كيبقاش دوك الجناب هكا يا بيضو. هذا المهم هادو من بعد النصائح اللي انا كنستعملهم لراسي، هادشي علاش كنقولهم ليكم حتى نتومايا، هادشي علاش. هانتوما انا بعد ما قربت الطيب راه داير العافيه، ما دايرهش العافيه مهيله، انا ما كنطيبش على العافيه مهيله اصلا، كنطيب على العافيه متوسطه، يعني ما مجهده ما مهيله، يعني متوسطه العافيه، حيت كنخدم داك هانتوما داك الراس الوسطاني هو باش دابا انا خدام، دايره لا داك الصغير ولا الكبير، الثاني الثالث هو اللي دايره دابا كيف كتعرفوا. كنحاول نبارك عليها في الجناب هكا باش تاخذ كامله الطياب ديالها كامله كيف كتشوفوا. قبل ما نحطها ثاني غنرش شويه ديال الزيت في المقله وغادي نحطها، ضروري ما تبركي عليها بحال هكا، ملي كتبركي عليها هكا كتاخذي كامله كتاخذ فورمه وحده كتكون مقاده، تخليها غير شويه وتقلبيها بين ما تنفخات شويه تقلبيها باش تنفخ ليك العجينه. المهم هذا هو الملوي ديالي، وهذه هي الطريقه ديالي اللي انا كنطيبو بها كيف قلت لكم، ديال هكمك هكباك اللي ساهل، لان ولينا صراحه الله ولا بنادم كله تيقلب على الحاجه اللي هي سهله، كلشي تيقلب على حاجه اللي ما كتاخذش الوقت اللي ما كتعذبش، لان بنادم غير بوحدو راه ولا عيا. ايوا الحمد لله على كل حال. المهم اننا نحاولوا انا كيف نيت تنقول نلقاو شي حاجه اللي هي بسيطه وسهله وفي نفس الوقت ما كتاخذش لينا الوقت، وفي نفس الوقت كنصيبوها في دارنا وليداتنا لعائلتنا، عارفين شنو درنا فيها، عارفين باش وجدناها، وسبحان الله العظيم الحاجه ملي كتصيبيها في الدار كتكون فيها البركه، وحتى البنه ديالها مختلفه. احنا دابا تناخذو في الزنقه ولكن راه ما تيجيناش البنه ديالو، وهنايا البنات بعد ما وجد الملوي ديالي كيف كتشوفوها وما الملاوي ديالي تبارك الله ما شاء الله، راه جو رائع صراحه الله، حتى راجلي عجبو، وكيف قلت راه جا زوين وما خداش ليا الوقت نهائيا باش انني نوجدو، و عجبني لا في اللون ديالو اللي واخد ولا حتى صراحه الله جا كيف قلت لكم راه جا مورق، يعني راه ما جاش معجن ولا شي حاجه. هانتوما ها هو قدامكم، هانتوما راه كتشوفوا قدامكم راه جاني داير جا زوين تيحمر الوجه، واستاهل انك توجديه دابا في الطبله ديال الفطور ان شاء الله ديال رمضان ولا السحور، كاين دابا اللي كيبغيوه الناس للسحور، كاينين العائلات اللي ضروري ضروري علي عندهم انهم يكون الملوي في الميده ديالهم، الميده ديال الافطار ديالهم. ونتمنى ان الاعجاب ديالكم وتجربوه وتردوا عليا، وما تنساونيش في التعاليق ديالكم، وما تنساونيش في البارطاج ديالكم مع احبابكم مع اصحابكم، وخليتكم في امان الله ورمضان مبارك سعيد.